أخبار اليوم. ألف جيم عين تنتمي إلى ألف دال، فإذا كان سين صاد يوازي ب جيم وكان سين عين يقطع بيدال في ب وصاد عين يقطع جيم دال في واو، أثبت واحد إيه واو خط تقاطع المستويين سين صاد عين تجاه جيم دال. اثنين إيه واو بيوازي سين صاد. هذه ألف رأس الهرم قاعدة ب جيم دال سين تنتمي إلى ألف ب صاد ينتمي إلى ألف جيم، وقال إن سين صاد بيوازي به جيم. وهذه العين تنتمي إلى ألف دال بعد كده قال سين عين يقطع به دال في ه وصاد عين يقطع جيم دال صاد عين قطع هنا في واو، واللي يثبت ان الواو هي هو خط تقاطع المستويين سين صاد عين اللي هو ده مع مستوى القاعدة بجيم دال. والمطلوب الثاني ان هي واو بيوازي سين صاد. معايا بقى كده نشوف الواو تنتمي الى جيم دال، وجيم دال ده جزء من مستوى ب جيم دال، يعني الواو دي تقع في المستوى ب جيم دال. بالمثل واو تنتمي الى صاد عين، يبقى الواو ايضا تنتمي الى المستوى س صاد عين. يبقى الواو دلوقتي فين يا اولاد؟ تقع في كل من المستويين ب جيم دال وس صاد عين. بالمثل اله دي اله تنتمي الى س عين، والسين عين جزء من مستوى سين صاد عين، يبقى اله تقع في هذا المستوى او تنتمي لهذا المستوى. وبالمثل اله تنتمي الى ب د، وب د جزء من مستوى ب ج د، يبقى اله تنتمي الى المستوى ب ج د، يبقى اله موجوده في كل من المستويين. وحيث أن المستويين س ص عين و ب ج د
لا ينطبقان لانه مشتركوش الا ايه في نقطتين. يبقى خلاص هي هو وده هو خط تقاطع المستويين. ولو كتبنا بقى الكلام ده مع بعض، طريقه البرهان هنقول واو تنتمي الى المستوى او الى صاد عين وصاد عين جزء من المستوى سين صاد عين. إذن واو تنتمي الى المستوى سين صاد عين. بعد كده الواو نفس الكلام، واو تنتمي الى جيم د. واو لسه واو تنتمي، ما واو مرة واحدة مش هتنفع، أنا عايز أثبتها إن هي هنا وهنا. الواو تنتمي لجيم د، والجيم د جزء من المستوى ب جيم د. إذن الواو تنتمي إلى المستوى ب جيم د. إذن واو تنتمي إلى كل من المستويين س ص ض و ب ج د، وده رقم واحد. بالمثل قول مرة واو تنتمي خط التقاطع، إذا واو تنتمي خط التقاطع وبالمثل على كده. إذا واو تنتمي إلى خط تقاطع المستويين. بالمثل يمكن إثبات؟ على طول. بالمثل يمكن إثبات أن هي تنتمي إلى كل من المستويين س ص ض و ب ج د، يعني هي تنتمي إلى خط تقاطع المستويين. إذن هي هو خط تقاطع المستوى. ده المطلوب الأولاني. عشان نثبت المطلوب الثاني أفكرك بنتيجة مهمة جدا. إذا توازى مستقيمان زي الشكل فيه ده، هذا مستقيم وهذا مستقيم، ومر بكل منهما مستوى، يعني المستوى ده مر بالمستقيم ده والمستوى ده مر بالمستقيم ده، يبقى إذا توازى مستقيمان ومر بكل منهما مستوى وتقاطع المستويان فإن خط تقاطعهم اللي هو ده يكون موازيا لهذين المستقيمين. بالظبط ده اللي هنعمله هنا معايا اهو. هو في المعطيات قايل ان س ص دي بتوازي ب ج، هو اللي قايله اول كلمه س ص يوازي ب ج. طب س ص ده جزء من مستوى س ص ع، والب ج جزء من مستوى ب ج د، والمستويين الاثنين دول تقاطعوا فين؟ لسه قايلين اهو في هي هو. يبقى حسب النتيجة هي هو يوازي كل من سين صاد وبه دي، يعني هي هو يوازي سين صاد. نكتب الكلام ده مع بعض. بما أن سين صاد يوازي به دي، وبما أن سين صاد جزء من المستوى س ص ع، وب ج جزء من المستوى ب ج د، والمستوى س ص ع تقاطع المستوى ب ج د قلنا بيساوي هي هو، يبقى اذا هي هو يوازي س ص يوازي كمان ب ج. ونقول له بقى المطلوب اللي هو عاوزه، بس ايه هو
يوازي سين صاد، مش كده؟ دائرة مركزها ميم، وطول نصف قطرها 5 سنتي، رسم ميم نون عمودي على مستوى الدائرة حيث ميم نون صار 4 سنتي، ثم رسم مستوى سين يمر بالنقطة نون ويقطع الدائرة في ألف وب، فإذا كان قياس الزاوية بين المستوى س ومستوى الدائرة 45 درجة، احسب مساحة مثلث نون ألف ب. آدي مركز الدائرة، دائرة مركزها ميم، طول نصف قطرها 5 سنتي، نصف القطر بتاعها 5 سنتي، رسم ميم نون عمودا على مستوى الدائرة أهو، آدي ميم نون، قال لك حيث ميم نون طوله 4 سنتي، رسم مستوى س بيمر بالنقطة نون ويقطع الدائرة في ألف وب، قطع الدائرة في ألف وإيه وب، ده اسمه مستوى س قاطع للدائرة. فإذا كان قياس الزاوية بين المستوى س ومستوى الدائرة 45، قياس الزاوية بمستويين اللي هي قياس الزاوية الزوجية والزاوية الزوجية بنقيسها بقياس الزاوية المستوية لها، فازاي دلوقتي انا هجيب زاوية مستوية لزاوية زوجية بين المستوى س اللي هو يمثله المثلث نون ألف ب ومستوى الدايرة، فين هنا الحد المشترك ليهم؟ سمعناه سواهم بيقولوا ألف ب، ألف ب ده جزء من مستوى س وجزء من مستوى الدائرة، يبقى هو ده اسمه الحد المشترك. فأنا هستفيد بخواص الدائرة وهنصف ألف جيم ألف ب في نقطة جيم وهوصل جيم بميم، ويبقى كده ميم جيم عمود على الحد المشترك، عمود على ألف ب أهو، ونصل جيم نون اوصل جيم بنون. لو قدرت اثبت ان جيم نون ده هو كمان عمود على الف ب، يعني الزاويه دي بقت 90، خلاص يبقى دي الزاويه المستويه للزاويه الزوجيه بين المستوى س ومستوى الدائره، وهو مدينا قياسها كام؟ 45. بس الاول نثبتها، سهلة أوي إثباتها وليها طرق كتير أوي. يعني أنت عندك نون ميم ده عمودي، يبقى نون جيم اسمه إيه؟ عمود على مستوى الدائرة نون ميم، يبقى نون جيم اسمه إيه؟ مائل. طيب مسقط المائل نون جيم اللي هو ميم جيم، قلنا ده عمود على ألف ب، يبقى المائل كمان عمود على ألف ب، يبقى فعلا هي دي الزاوية المستوية للزاوية الزوجية، وقياسها كام هو قايل لي في المعطيات؟ 45. الله، طب ده نون ميم ده عمود على مستوى الدايرة، يبقى هو عمود على جيم ميم أهي، يعني المثلث اللي قدامك ده يا ابني قائم الزاوية ومتساوي الساقين، ده 4، يبقى جيم ميم كام؟ 4 زيه، 4 سنتي. هو عايز مساحة مثلث نون ألف ب، نون ألف ب،
يبقى لازم اجيب طول القاعده ألف ب، ولازم اجيب طول الارتفاع نون ج. طول الارتفاع خلاص احنا نقدر نجيبه دلوقتي، ده مثلث قائم الزاويه مثلث ساقين ده 4 وده 4، يبقى مباشره نون ج 4 جذر الاثنين. ناقصنا اجيب مين؟ اجيب طول ألف ب. تعال نوصل ب بمين؟ اهي نص القطر. نص القطر هو كان مديهولي 5 سنتي، والزاويه دي قايمه اهي شايفينها، يبقى 25 ناقص 16 9، يبقى ب ج بكام يا ولاد؟ 3. يبقى الالف ب ب6. اه جبنا طول قاعده المثلث وعند ارتفاعه، يبقى نص في 6 في 4 جذر 2 يدينا مساحه المثلث. نكتب بسرعه الكلام ده مع بعض اهو. هنقول بما ان نون او نوصف، نبدا كده بالعمل اللي احنا عملناه، نوصف الف ب في ج ونصل ميم ج ونون ج، تمام؟ اذا على طول ميم ج كلام اعدادي عمودي على الف ب، بما ان نون ج مائل على مستوى الدائره ومسقطه ميم ج عمودي على الف ب. قلنا هنصف الف ب في ج ونصب ميم ج ونون ج، من معلوماتنا في اعدادي يبقى الميم ج عمودي على الف ب. نون ج هنا مائل على مستوى الدائره، مسقطه ميم ج عمودي على الف ب، الواقع في ايه؟ في مستوى الدائره. يبقى المائل نفسه اللي هو نون ج عمودي على الف ب. اذا الزاويه نون ج ميم هي الزاوية المستوية للزاوية الزوجية بين المستوى س ومستوى الدائرة. وهو مدهلنا في المعطيات ان قياسها 45 درجة، هكتب جنبها معطى. إذا مثلث نون ج م قائم ومتساوي الساقين، يعني الميم ج بأربعة سنتي. إذا نون ج بالمرة 4 جذر 2 سنتي. نيجي بقى في مثلث ميم ج ب القائم في ج، هقول ب ج بيساوي جذر 25 ناقص 16 يعني جذر 9 اللي هي 3 سنتي. إذا ألف ب بتساوي 6 سنتي. إذا مساحة مثلث نون ألف ب نص في 6 في 4 جذر 2 يساوي 12 جذر 2 سنتيمتر مربع.